بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. إزيكم؟ هتكلم معاكم النهاردة عن محاضرة يمكن طويلة شوية، فهنقسمها أجزاء في الفيديو بحيث تكون 3 أجزاء عشان سهولة التحميل. هنتكلم النهاردة عن الميجور نيورو كوجنيتيف ديسوردرز، وهنتكلم على المينتال ديسوردرز ديو تو جنرال ميديكال كونديشن. أنا محمد متولي السيد. الأوتكم من المحاضرة ديت إن إحنا عاوزين to identify the epidemiology and etiology of these disorders, describe diagnosis, clinical features, differential diagnosis, recognize the course and the prognosis, and determine treatment options. أول حاجة نتكلم على الميجور neurocognitive disorders أو الاضطرابات المتعلقة بالمعرفة الكبرى. دي الحقيقة بتشمل حاجتين كبار هنتكلم عنهم عليكم، هنتكلم عن الحاجتين دول بس. أول حاجة delirium، تاني حاجة dementia. ولو اتكلمنا على الكوجنيشن أو الكوجنيتيف فانكشنز أو الوظائف المعرفية، فدي بتشمل حاجات كتيرة من ضمنها التذكر او الميموري الذاكره، اللغه لانجويج، اورينتيشن درجه الوعي بالحاجات المحيطه بالعيان، جادجمنت الحكم على الامور، الحكم الصحيح على الامور، كوندكتنج انتر بيرسونال ريليشن شيبس، قدره على بناء علاقات اجتماعيه واسعه، الاكشنز او الوظائف او البراكسز performing actions or practices، واخر حاجه اللي هو القدره على حل المشكلات. كل دي بنقول عليها cognitive functions، طبعا من ضمنها برضو التفكير اللي هو thinking. لما بيحصل الكوجنيتيف disorders بتحصل لانها بتبقى نتيجه ان بيحصل فيه disruption او خلل او اضطراب في واحده او اكتر من الوظائف ديت، وكمان بيبقى معاها اعراض سلوكية أو أعراض نفسية، سواء كانت أعراض عصبية نيوروتيك أو أعراض ذهانية سايكوتيك. فيبقى دي الكوجنيتيف ديسوردرز هي بتعكس إن بيبقى فيه خلل في الوظائف المعرفية اللي المفروض تكون موجودة بصورة صحيحة. يبقى عندنا النيورو كوجنيتيف ديسوردرز بتتقسم إلى 2 كبار اللي عليكم في الكورس يعني. أول حاجة الديليريوم، وده اكيوت يعني حاجه بتحصل في فتره قصيره، وريفرسبل يعني العيان بيرجع لطبيعته، غالبا بيرجع لطبيعته. والميجور نيورو كوجنيتيف ديس اوردر او الديمنشيا دي بتبقى كرونيك مزمنه وثابته، وبيبقى فيها تدهور مع مرور الوقت. اول حاجه الديلاريوم، وده بالعربي بنقول عليه الهذيان. الديليريوم او الهذيان ده اكيوت اورجانيك برين ديسفانكشن، زي كده ما بنسمع عن الاكيوت هارت فيلير، الاكيوت رينال فيلير، الاكيوت ليفر سيل فيلير، ده بيبقى اكيوت برين فيلير او ستيت اوف اكيوت اورجانيك برين ديسفانكشن، ده خلل كامل في كل وظائف المخ. بيتميز بايه؟ اول حاجه ان هو العيان بيبقى كونفيوزد، يعني متلخبط مش مركز، وبيبقى شورت تيرم يعني الفترة محددة من الزمن، ما بتبقاش حاجة مزمنة. تاني حاجة الأكيوت أونست، يعني بيبقى الأونست سريع، وفي فلكتويشن يعني في تأرجح، يعني الكوجنيتيف ديسفانكشن اللي موجودة ساعات بتبقى كويسة وساعات بتسوق على مدار اليوم. وكمان في الوعي بتاعه بيبقى متلخبط، وما عندوش قدرة على إن هو ينتبه بدرجة كافية. يبقى ديت الثري كاركترستكس أوف ديليريوم او الهذيان. الابيديميولوجي لو انتم بصيتوا هنا في الحته دي اللي هي 44، ده البريفلنس معدل الانتشار، وده الانسيدنس اللي هو معدل الحدوث. لو بصينا هنا هنلاقي ان هو 44% من العيانين كبار السن اللي بيكونوا محجوزين في المستشفى يبقى عندهم البريفلنس ريت حوالي 44%. طبعا بتحصل برضو بعد العمليات الكبيره خاصه عمليات العظم، توصل لحوالي 50% معدل الانتشار. برضو العيانين اللي في الكريتيكال كير يونتس، العيانين اللي هم في
عنابر البطنة وعنابر الجراحة برضو بتوصل النسب فيهم عالية، خصوصا كبار السن. فبنقول ان هو very common in elderly patients who are especially hospitalized. طيب ايه الاسباب؟ اسباب الدلاريوم ممكن يكون نتيجة مرض عضوي، وده بنقسمها الى حاجات جوه البرين وحاجات بره البرين. حاجات جوه البرين زي تروما، العيان خد خبطه شديده بعد حادثه، او نتيجه انفلاماتوري برين ديزيز، نتيجه التهاب سحائي او التهاب في المخ، او نتيجه فاسكولار حصل له جلطه او حصل له نزيف، او في بعض حالات اللي بيحصل فيها انكريز في ضغط الانتراكرينال بريشر، وده بيحصل في الحالات اللي بتبقى نتيجه اورام في المخ او برين تيومرز. سيستماتيك كوزز، اي حاجه بقى، اي اورجن بيحصل فيه فيلير ممكن يؤثر على البرين، فبالتالي يحصل فيه اكيوت ديسفانكشن في البرين، زي الليفر فيلير، رينال فيلير، هايبوكسيا، ريسبيراتوري فيلير، دايابيتيك كيتو اسيدوزيس وهايبوجلايسيميا، اندوكرينوباتيز، الدي هايدريشن والالكترولايت امبالانس، سيستماتيك انفكشنز وسيبتيسيميا. كل الحاجات ديت ممكن تؤدي الى ديليريوم لو العيان ما تعالجش كويس من المرض العضوي اللي عنده. في برضه بيحصل نتيجة إدمان المخدرات، سواء كان نتيجة intoxication، حالات تسمم، أو حالات الانسحاب، أعراض انسحابية، ممكن العيان برضه يجيله ديلاريوم. ومشهورة أوي حكاية الكحول، الناس اللي هي بتبطل الكحول تبدأ تجيلهم أعراض الانسحاب، فممكن يدخل في ديلاريوم. أو ديلاريوم نتيجة أكتر من سبب من الأسباب دي، أو ديلاريوم نتيجة sensory deprivation، أو إن هو بنحرمه أو الحرمان الحسي، ان احنا نقعد العيان في فتره طويله جدا بدون اي مؤثرات حسيه، زي مثلا لو مسجون يقعد ايام او اسابيع ما يسمعش حاجه، ما يشمش حاجه، ما يكلمش حد، ممكن في بعض الحالات دي ان هو يدخل في تداعي. طيب ايه هي الكلينيكال فيتشرز؟ هنفسرها اكتر. فهي ايه هي الكور كلينيكال فيتشرز؟ اول حاجه ان في اضطراب في درجه الوعي، العيان مش واعي، مش فول كونشس، فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، الاتنشن بتاعه برضو مش مظبوط، مش قادر ان هو يركز، ان هو يستمر ان هو يركز على حاجة معينة لفترة طويلة، او ان هو يبقى سهل جدا ان يحصل له ديستراكشن، او ان هو يبقى سهل جدا ان انتباهه يتغير من لحظة للحظة وما يقدرش يركز في حاجة معينة. كمان في ديس اورينتيشن، والاورينتيشن زي ما انتم عارفين من السيمتوماتولوجي ان العيان مبقاش اورينتد لا لتايم ولا بليس ولا بيرسون ولا سيتويشن. هنا في الديس اورينتيشن العيان ما هوش عارف الوقت ايه، ما هوش عارف هو فين. بقول له الساعه كام دلوقتي؟ يقول لي احنا دلوقتي احنا بالليل، يعني احنا لسه النهارده الصبح. فهنا الديس اورينتيشن بيبقى اكتر للتايم وللبليس او للسبيس. الميموري بيبقى فيه لخبطه، ما بقاش فاكر كويس، عنده ديستربنس في الميموري سواء كانت ريسنت او ريموت ميموري، يعني الاحداث القريبه او الاحداث البعيده. الاونست بيبقى رابد، يحصل في خلال ساعات، يحصل فجاه، ما بتبقاش حاجه مزمنه. وبرده الديوريشن من ايام لاسابيع بكتير ان العيان بيرجع تاني يبقى ايه طبيعي. في برضه حاجة مهمة جدا اللي هو الفلكتويشن، اللي هو العيان الحالة بتاعته أو الكوجنيشن بتاعه ما بيبقاش ثابت على مدار اليوم. غالبا بتبقى أسوأ حاجة فترة بالليل. فترة بالليل بتبقى صعبة جدا، والعيان بيبقى سيفيرلي ديسورينتد وسيفيرلي امبيرد كونشس اند امبيرد اتنشن. بالنهار إلى حد ما بيبقى كويس، لكن حالته بتسوء جدا بالليل. الديسورجانيزيشن اوف ثوت، ساعات الكلام بتاعه ما بيبقاش مفهوم، بيحصل حاجه اسمها انكوهيرنس، ودي خدناها في السيمتوماتولوجي ان العيان ما فيش ترابط بين الكلمات اللي في الجمله، فده برضو بيعكس مشكله في الثينكينج. كمان زي ما قلنا ممكن يحصل بيرسبشوال ديستربنس، والبيرسبشوال ديستربنس تشمل حاجتين، illusions وهالوسينيشنز. العيان ممكن يشوف حاجات مش موجوده، ممكن يشوف حاجات على الشباك مثلا يقول الحاجات ديت بتخوفني، ده في حد جاي، في حاجات دي، شايف حد مش موجود، او شايف حاجه بترعبه، او الحاجات دي كلها. فممكن ان هو او يسمع حاجات مش موجوده، فالهالوسينيشنز برضو بتبقى موجوده وكمان في الدلال. برضو زي ما قلنا الفلكتويشن بيشمل السليب، بيشمل النوم، العيان بيفضل طول الليل صاحي ما بينامش،
أسوأ فترة على العيان بتكون بالليل، لما بيكون مبقاش قادر إن هو ينام، بالنهار بينام شوية، فهنا برضو بيبقى فيه disruption في السايكل بتاعة النوم والصحيان. المود بيبقى برضو متأثر، ساعات بيبقى سهل جدا إن العيان يبقى irritable، أي حاجة تضايقه يتنرفز بسرعة، يتعصب بسرعة، مزاجه وحش متعكنن، ساعات يجيله خوف وانكزايتي وفيرز مخاوف، أو ساعات كده يضحك وتلاقي مزاجه مشعشع، وكل الحاجات دي كلها بتبقى disruptions أو أعراض في المزاج. ساعات بيبقى فيه ساعات neurological functions، instability في الاوتونوميك نيرفس سيستم، ده بتبان في البالس في البلاد بريشر، ساعات بيكونوا مايكرولس، ساعات رجله كده تقوم يحصل فيها انفولنتري موفمنتس او ديسارسيا صعوبه في الكلام. هي ديت الكلينيكال فيتشرز اوف ديليريوم، الحاجات اللي قلناها دي كلها. طيب ازاي بنشخصها؟ حسب الدي اس ام 5 دايجنوستيك اند ستاتستيكال مانوال اوف سايكاتريك ديس اوردرز. فبنقول ان في اول حاجه يبقى لازم يبقى في disturbance of consciousness with reduced ability to focus, sustain or shift attention. يبقى حاجتين هنا disturbance في consciousness and disturbance in attention. دي أول كريتيريا. تاني كريتيريا لازم نستبعد إن دي مش سببها dementia. وديمنشا هنتكلم عنها في الجزء الثاني. دي يبقى لازم نستبعد إن disturbance اللي حصل ده أو التشينج اللي حصل ده ليس نتيجة إيه؟ ليس نتيجة dementia. دايما الكلام ده بيحصل over short period of time, acute onset و fluctuation during the course of the day. يبقى هنا بنتكلم على ال acute onset وبنتكلم على اللي هو ال characteristic اللي هي ال fluctuation. آخر حاجة لازم يبقى فيه سبب واضح، احنا عندنا سبب لهذه الحالة في medical condition معينة أو في substance use أو substance intoxication أو substance withdrawal هي اللي سببت الحالة دي. ده على خلاف لو تفتكروا على خلاف الامراض النفسيه ان احنا بنعمل هنا ايه اكسكلوجن للميديكال كونديشن، هنا العكس بقى، هنا لازم يكون في ايفيدنس ان في ميديكال كونديشن او سبستانس هي اللي ورا او هي اللي سببت المشكله دي. طيب الكورس والبريجنوزس، قلنا ان السيمبتومز اوف ديلاريوم ديت بتظهر طول ما السبب موجود هتبقى الاعراض موجوده. يعني العيان عنده مشكله ما او عنده مرض عضوي ما، طول ما المرض العضوي ده موجود يبقى هيحصل الاعراض هتفضل موجوده. لو في نتيجه الكترولايت امبالانس الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحاجات دي مش مظبوطه تفضل الاعراض موجوده. طول ما في دايابيتيك كيدو اسيدوزس في الاعراض دي موجوده. يبقى هنا السيمبتومز اوف ديليريوم يوجوالي بيرزيست از لونج از ذا كوز از بريزنت. طول ما السبب موجود طول ما تبقى الاعراض موجوده. غالبا الحاله بتتحسن في اقل من اسبوع. وغالبا برضو زي ما احنا قلنا في خلال 3 لـ7 ايام غالبا الحاله بترجع او العيان بيرجع لطبيعته تاني، لان من ضمن الكاركترستيك اوف ديليريوم ان هو ريفرسبل. وانس ذا كوز از تريتد ذا كونديشن امبروفز. بيقولوا احصائيا ان حدوث الديلاريوم دايما بيبقى يعني ده باد بروجنوستيك كرايتيريا، وان غالبا العيان او غالبا المورتاليتي ريت او معدل الوفيات او النسبه او الريسك اوف ديث بيزيد بعد سنه من حدوث الديلاريوم. طيب الديفرنشال دياجنوزيس، اول حاجه طبعا هتبقى الديمنشا، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. الديمنشا كرونيك، غالبا عيان الديمنشا غالبا عيان الديمنشا ما عندوش مشكله في الاورينتيشن ولا عنده مشكله في الكونشسنس، و هيقولوا لنا برضو من الانفورميشن من اهله ان الحاله بقالها شهور او بقالها سنين. لكن في الديليريوم دي حاجه اكيوت بتحصل في خلال ساعات او خلال يوم او يومين بالكتير. فاهم حاجه ان الكوجنيشن هنا بيبقى مور بروجريسيف مور كرونيك، ده في حالات الديمنشا. وكمان ان هنا غالبا العيان بتاع الديمنشيا ما بتبقاش عنده مشكله كبيره في الوعي. تمام، وده هيوضح اكتر من الانفورميشن لو خدناها من اهله سواء كان حد من قرايبه او حد جاي معاه. تاني حاجه السايكوتيك ديس اوردرز والمود ديس اوردرز، احنا قلنا ان الديمنشيا ممكن يكون فيها هالوسينيشنز،
ممكن يكون فيها disturbance في المود، ممكن يكون فيها some sort of aggression. فقلنا طب نفرق ازاي بينها وبين السايكوتيك disorders عموما؟ اول حاجه واهم حاجه ان في العيان بتاع السايكوزيس سواء كان مود disorder او كان سكيزوفرينيا هو ما عندوش مشكله في الوعي، الكونشس بتاعه كلير ما عندوش اي مشكله في الوعي. لكن هنا المين سيمتوم في الديلاريوم الديستربنس اوف ايه اوف كونشسنس. تاني حاجه، تاني برضو في الديلاريوم بيبقى في سبب ورا الحكايه دي، دايما هنلاقي العيان بيعاني من مرض عضوي، فده برضو من ضمن الحاجات اللي بتفرق لنا السايكوتيك ديس اوردرز فيرسس ديلاريوم. اخر حاجه، العيان اللي بيدعي المرض او ان هو جاي بينصب عليك او جاي بيدعي ان هو عنده مشكله عشان عاوز حاجه معينه، عاوز ياخد اجازه او عاوز ياخد تعويض او فطبعا lack of objective evidence هنلاقي ان العيان ما عندوش اي medical condition او اي substance related condition عشان نفسر حدوث الاعراض اللي عنده. فهنا في المالينجنج lack of any objective evidence، ما عندناش اي سبب يفسر الحاله اللي بتجيله دي. اخر حاجه هنتكلم على التريتمنت. دايما بنقول على الديليريوم ان هي medical emergency، it is not a psychiatric emergency. فتفتكروا علاجها هيكون ايه؟ يعني اول ايتم في العلاج هيكون ايه؟ ايوه، علاج السبب. يبقى نمره واحد واهم حاجه في علاج الايه؟ الديليريوم، ان احنا هنعالج الاندرلايند كونديشن، هنعالج السبب اللي ورا الديليريوم، ندور ونعالج. تاني حاجه، لازم الانفايرمنت نفسها تبقى الى حد ما هاديه، ما نعملش اوفر ستيميوليشن للعيان، ودايما نعمل نحاول ان احنا دايما ننبه العيان بطريقه منتظمه وطريقه هاديه، يكون في ساعه جنبنا، يكون في كالندر نقول له اوقات الصلاه ايه، الشمس طلعت دايما شباك الغرفه بتاعته يكون مفتوح، نور ربنا يدخل، يبقى في فرق بين الليل والنهار، نعمل له كده باستمرار، نعمل له ري اورينتيشن، ان احنا باستمرار نحاول ان احنا نعرفه ايه الوقت، الساعة كام، احنا موجودين فين، مين اللي جه زاره، لما الدكتور يجي يدخل يكشف عليه يعرفه بنفسه الأول، لما النيرس تيجي تاخد العلامات الحيوية سواء بالص أو تمبريتشر أو بلاد بريتشر تعرفها، تعرف نفسها الأول، يبقى فيه نقول له النهاردة إيه، أوقات الصلاة، الحاجات دي كلها مهمة جدا على أساس إن هي بتنبه العيان. طبعا لازم نعمل كلوز اوبزرفيشن للفيتال ساينس ودرجه الوعي والسلوك، الحاجات دي كلها لازم تبقى ريبورتد وتتسجل. ساعات بنحتاج وان تو وان نيرسنج، يعني دايما محتاجين ان حد يكون موجود معاه باستمرار يمرضه، وان تو وان نيرسنج. ساعات بنحتاج ان احنا نكتفه او بنسميها فيزيكال ريسترينز، لان العيان ده هو ممكن ان هو يؤذي نفسه. العيان ده غالبا بيبقى خارج من عمليه كبيره، بيبقى مثلا خارج من عمليه عظم متجبس محطوط على اجهزه في لاينز في حاجات، فممكن ان هو نتيجه الاجيتيشن او الهياج او نتيجه الهالوسينيشنز اللي بيشوفها او بيسمعها او نتيجه ده، فبيبقى دايما عاوز يتحرك يقوم، فساعات بنوصل، لكن غالبا احنا بنخليها للاخر خالص، لان مجرد الريسترينس ديت ممكن تزود الاجيتيشن او تزايد درجه التهيج اللي عنده. فلو احنا مش قادرين ان احنا نعمل له كنترول فبنضطر ان احنا نعمل له فيزيكال ريسترينس. والقيود الطبيه برضو لها نظام، مش مجرد ان احنا بنجيب حبل كده ونربط بيه العيان، دي بقى لها وضع معين وبتتعمل بطريقه معينه بحيث ان هي ما تاذيهوش، وبحيث ان احنا برضو نعرف ان احنا نمرضه كويس اذا كان في هتعلق له محاليل او حاجات زي كده. بعد كده في ميديكيشنز عشان ان احنا نعمل كنترول للاجيتيشن والكونفيوجن والهالوسينيشنز اللي موجوده، كل دي سايكوتيك فيتشرز، فلازم ان احنا نتعامل معاها لغايه الحاله ما تبدا ان هي تتعالج من الايه، من السبب الاساسي. بندي دواء اللي هو انتي سايكوتيك، تيبيكال انتي سايكوتيك، ده الهالوبريدول، ممكن نديه اورال او انترا ماسكولار. ومهم جدا برضو ان احنا نتجنب ان احنا ايه ندي انتي كولينرجيك دراجز على اساس ان هي حاله العيان ما تسوقش اكتر مع استخدام الحاجات المضاده للاستطياع الكلي. فده باختصار او ده المطلوب منكم في موضوع الدلاريوم. ده كده احنا خلصنا الجزء الاول، وهندخل بعد كده على الجزء الثاني من المحاضرة. شكراً.